contre un adversaire, on savait que c'était un adversaire difficile, ou un terrain difficile. D'ailleurs, عمل كان دو ديفيت دو ديفيت عمل اون ديفيت كونتر ان ادفيرسير اللي راتس وقتها خاسره سته دونك عملوا رياكسيون ومع جندوبه اللي سي لو ليدر معناها دونك اليوم اللي ان بوان هنايا او فيو دي كونديسيون الكل سي ان بون بوان احنا صحيح جينا في مخنا كان لا جينا على ربح جينا على ربح الميتون الاولى كوم ريتو معناها ايكيتابل لعبنا كونتر الريح الميتون الثاني افيك لي شونجمون كون افي شفنا رياكسيون ميم سي هما ايزون بري لو دوسو في الميتون الاول وديما نعاود نقول في معناها في ان تيران ديفيسيل كونتر ان ادفيرسير اللي يحط كره في القاع وباهين معناها تري تري تكنيك دونك دوزيام ميتون اون ا رياجي سورتو ابري لي شونجمون وانا اي الفرصه في 90 جاتنا مي على غالب ما سحبناش الحظ لي ان بون بوين اللي يخلينا نجم نقدم جي قبل المباراه ما شنو مدى التاثير نتاعو على رداءات المقابله التغيير اللي جاء قبل المباراه اصابه مهاجم هوني تقصد في بلال تويتي والله بلال تويتي كان ينجم يشارك اما اون ريسكي معناها دو لو بيرد بيريود طويله ياسر دونك لا ديسيزيون معناها سيتي فاسيل دو لا بروندر ميم سي هو سي ان اليمون معناها ان اليمون ماجور سورتو في الكومبارتيمون لي اوفنسيف عندنا كو دي جون كي نون با دي ميريتي مي كوميم بلال تويتي سي اون فالور سور والولاد عطاو ياسين بولعريس راكم ريتو عطا سور لو بلان ديفونسيف و اوفنسيف سي ان معناها وليد اللي جينيرو يخدم في لي دو فاز بالكدا نلقاوه في لي دو ترانزيسيون الي موجود معناها الي بريزون على لي دو كوتي مي بلال تويتي سي ان اليمون معناها اللي الحقيقه كي غيب سابيز ان شاء الله يكون معنا في الطرح الجاي سينو ياسين بولعريس ولا لي احمد بن تيبه ولا الكروية اون سيرا دو فير افيك وان شاء الله الطرح الجاي لي دوميسيل اون فورا تو باش نجيبوا معناها لي تروا بوان سورتو في بلادنا ان شاء الله.